إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، البحث عن السعادة وطمأنينة النفس وهناء القلب هو مطلب كل البشرية، فالبشرية كلها تبحث عن السعادة وتبحث عن الهناء وتبحث عن راحة البال. جميع البشرية لها هذا المطلب. ولئن نظرت إلى الناس اليوم فإنك ستجدهم يعبرون عن الحاجة إلى السعادة، يعبرون عنها بأساليب مختلفة، فكل يعبر عن السعادة بالأسلوب الذي يراه مناسباً أو يعتقد أن فيه السعادة. والسعادة الحقيقية هي سعادة الإيمان وسعادة الإسلام وسعادة التوحيد وسعادة الشريعة، تلك هي السعادة الحقيقية. فما ضاقت صدور الناس إلا بسبب البعد عن الله، ومتى ابتعد الخلق عن خالقهم ضاقت صدورهم، ضاقت صدورهم وركبهم الوهم والهم، وركبتهم الأمور التي يجدون في طريقهم ضيقاً ونكداً وضنكاً، ذاك كله بسبب البعد عن الله. ولكن أهل الإسلام يقرؤون القرآن ويتيقنون معاني القرآن ويقرؤون قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإعراض عن الذكر يورث ضنك العيش. المعيشة الضنك هي بسبب الإعراض عن الذكر، والذكر هو ذكر الله، أن تذكر الله فتقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا ذكر الله. فمن أعرض عن الذكر سيرث معيشة ضنكا. وذكر الله شرعه ودينه وما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هو الإسلام وهو الإيمان، والذكر هو ذكر الله، تسبيحه، تهليله، تكبيره، استغفاره، هذا كله ذكر الله. قال ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المجتمع الذاكر لله لا يجد ضيقا في صدره ولا في قلبه. ألم تسمع إلى قوله عز وجل:
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون والذاكرات، ذكر الله. ولو تتبعت الآيات في القرآن الكريم وأنت تتلو القرآن لتجد الآيات الآمرة بذكر الله تبارك وتعالى. فالمجتمع الكاسي هو مجتمع يذكر الله، والمجتمع العاري لا يذكر الله. مجتمع كاسي عليه الكساء، الكساء هو اللباس، هو الحويج، مجتمع كاسي ومجتمع عاري، أفراد مكسوون وأفراد عراة. العاري حقيقة ليس هو العاري عن الثياب، العاري حقيقة هو العاري عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن التزام أوامره وشرعه، ذاك هو العري الحقيقي. قد تعرى عن الفضائل وتعرى عن الشرائع فأنى له الكساء، كيف يكون مكسوا وقد هجر الشرائع وهجر الأوامر ووقع في الموبقات؟ فما وقع الناس في ضيق ونكد وصدر مظلم وهم وغم إلا بسبب البعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. وهنا تعلم لماذا ربنا خالقنا يوصينا بالإكثار من الذكر. هنا تعلم لماذا الله عز وجل يأمر عباده بذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. يأمر الله بذكره. ومن ثم أيها الإخوان أيها المسلمون، غفل المسلمون عن الصلاة عن الحبيب الشفيع عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها المهموم، أيها المغموم، أتريد أن يزول همك؟ أتريد زوال غمك؟ أتريد انشراح صدرك؟ عليك بالصلاة على الحبيب الشفيع. فحياة القلب من أسبابها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: إن الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم سبب لهداية العبد وحياة قلبه. شوف الكلام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي سبب لهداية العبد أكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. تكون مهديا مرضيا ويطيب قلبك وتزول همومك وغمومك. الصلاة على الحبيب الشفيع سبب لهداية العبد وحياة قلبه. ما معنى حياة قلبه؟ الحياة عارفينها، كنقولوا هذا حي وهذا ميت، احنا عايشين فين؟ عايشين في الحياة. حياة، الحياة هي الحياة اللي نحياها، الحياة الدنيا التي قال فيها ربنا: الحياة الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. الحياة الدنيا، يقول أهل العلم إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب لهداية العبد وحياة قلبه. سيحيا القلب بالصلاة على الحبيب الشفيع، وسوف تهتدي إلى طريق الحق وإلى العمل بالشرع بسبب الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وعظم. فالله عز وجل يحب عبده ونبيه، وما أحب عبدا رب العزة والجلال حبه لنبيه الكريم محمد. نغفل أحيانا عن معرفة مرتبة نبينا، هذه المرتبة التي شرعها ربنا وقال في حقه: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب العزة والجلال بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بسائر خلقه وعباده: إن الله يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي، فصلوا أيها الناس على النبي. لولا أن الأمر عظيم وجليل وشريف ما بدأ الله بنفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على نبيه ما معناها؟ صلاة الله على نبيه ثناؤه، يثني على نبيه، يمجده، يعظمه. صلاة الله على نبيه رحمته، ومن رحمه الله فهو المرحوم، ومن رحمه الله فهو السعيد. ما ظنك بمن رحمهم الله؟ وإذا نزع الله الرحمة عن عبد فهو الشقي والعياذ بالله. إذن الله يصلي على النبي والملائكة تصلي على النبي، وصلاة الملائكة على النبي دعاؤهم للنبي. ما ظنك بدعاء تدعو به الملائكة الكرام البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. إذا سألوا الله، الملائكة تطلب الله، تطلب الله وتدعو الله، فهي تدعو الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الوجود، سيد الناس أجمعين. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فهي تدعو للنبي الملائكة، وهي تستغفر للنبي. الملائكة تدعو لنبينا محمد وتستغفر له: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا العالم العلوي، العالم العلوي فين هو؟ العالم العلوي يصلي على النبي. أمر الله العالم السفلي أن يصلي على النبي. العالم السفلي هم احنا، هم أهل الأرض اللي عايشين في الأرض. قال لهم الله عز وجل: صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه نور وضياء وسبب لتفريج الهموم وكشف الكروب وانشراح الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كلما ذكرك يا ربنا الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ولها من الفضائل الشيء العظيم، عند الإمام أحمد في المسند، وعند الإمام الترمذي وأبي داود، وعند ابن حبان وابن خزيمة بسند ثابت صحيح لا غبار عليه، رجل دخل يصلي في المسجد، قال فضالة بن عبيد رضي الله عنه، فضالة صحابي جليل يسمى فضالة بفتح الفاء، فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: دخل رجل إلى المسجد يصلي، دخل يصلي واحد الرجل، دخل الجامع يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام موجود في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام سمع الرجل تيقول في الصلاة ديالو، تيدعي: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يدعو. فالتفت النبي إلى من حوله وقال: لقد عجل هذا. ما معنى لقد عجل هذا؟ زرب. عجل معنى زرب العجلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اللي معاه، قال له: ما درج اللي كيصلي راه زرب. فاش زرب؟ لما كمل الصلاة قال له أو لغيره: إذا صليت فابدأ بالثناء على الله. إذا أردت أن تدعو في الصلاة ما تجيش وتقول: الله أكبر، اللهم اغفر لي، الله أكبر، اللهم ارحمني، الله أكبر، اللهم، لا لا، بدأ أن توطئ. خصك دير واحد المقدمة، واحد تفريشة، واحد توطئة لا بد منها عند الدعاء. هذا الأدب ديال الدعاء.
قالوا من النبي عليه الصلاة والسلام لقد عجل هذا. ولما كمل الرجل وجاء قال له جي، لما تصلي ما تبدأش بالدعاء مباشرة، ولكن ابدأ بالثناء على الله وتمجيده. اللهم أنت الحي، اللهم أنت الرزاق، اللهم أنت الباقي، اللهم يا صاحب المخازن أو الخزائن التي لا تنضب ولا تزول ولا تحول، اللهم يا قوي. إذا كنت بغيت تدعي على شي ظالم اللي ظلمك، اللهم يا قوي يا معين يا ناصر المستضعفين. هذا هو الثناء على الله، تمجد الله وتثني عليه، وهي الأولى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بالثناء وتمجيد الله ثم صلي على رسول الله، هذه الثانية. إلا بغيت الدعاء يكون جيد ويرجى استجابته، بدأ بالثناء على الله، عظم الله عز وجل. وشوف النبي كيف كان كيدعو الله، لنا الأسوة الحسنة في دعاء النبي. كان كيقوم من الليل يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. عاد تدعي، شوف التعظيم والإجلال لله. اللهم أنت الواحد الأحد، اللهم أنت الغني عنا وعن أعمالنا، اللهم احتثني على الله وتمجد الله مزيان. عاد قول وصلي على النبي، هي الثانية، وقول واللهم صلي على عبدك ورسولك محمد. عاد قول اللهم أعطيني، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارحم والدي. هكذا ترتيب الدعاء، هذا الأدب. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل اللي صلى، قال له مرة عجل رزرب وعلمه، قال له الثناء ثم الصلاة على الحبيب الشفيع ثم الدعاء، هذو ثلاثة لابد يكونوا متابعين: تعظيم الله، تمجيد الله، الثناء على الله، الصلاة على الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام. عاد قول اللهم أعطيني. هذا هو الأدب ديال الدعاء. فشوف الصلاة على النبي فين جات؟ جات في معرض الاستهلال باش تطلب الله، غديرها في الطريق فهي شفاعة لك. الصلاة على النبي شفاعة لك عند الله، تشفع لك عند الله. فصلي على الحبيب الشفيع ولا تبخل. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي طريق إلى الجنة، كما صح من طرق مختلفة عند القاضي إسماعيل المالكي الجهضمي صاحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الإمام البيهقي، وعند عدد من أصحاب السنن بأسانيد مختلفة صحيحة ثابتة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطئ طريق الجنة. الذي لا يصلي على النبي رخط طريق ديال الجنة، ما اهتداش لطريق الجنة. طريق الجنة من جملة مقوماتها ودواعيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند الترمذي وأحمد في المسند وعند جمع من أهل الحديث بسند ثابت بمجموع طرقه، وأقل أحوال هذا الحديث أنه حسن الإسناد، ولا أطيل في الكلام على إسناده لأن الناس يهمهم الخلاصة. هذا الحديث أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إن لي دعاء، إن لي حزبا أو لي وردا أدعو به، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أبي بن كعب عنده واحد الورد، عنده واحد الذكر، عنده واحد الذكر كيذكر الله، تيقول غادي نذكر الله في الصباح ونذكر الله في الظهر وفي المساء في اليوم كاملا. أبي بن كعب رضي الله عنه تيقول النبي عليه الصلاة والسلام: شحال نجعل لك من الورد ديالي؟ لأن الصلاة على الحبيب الشفيع هي داخلة في الورد، فكما تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، غتقول بعد منها اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة في الذكر. قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، شحال نعطيك ديال الوقت باش نقول اللهم صل على نبينا محمد؟ نعطيك الثلث. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث مزيان، الثلث خير، وإن زدت فهو خير. قال أبي بن كعب: يا رسول الله، نجعل لك من الوقت ديالي
النص ديال الوقت ديالي كله صلاة وسلام عليك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام النصف خير وإن زدت فهو خير. بقى النبي كيقول هذه الطريقة وأبي بن كعب تيطرح عليه السؤال والنبي كيجاوبه. حتى قال أبي بن كعب يا رسول الله أجعل لك وردي أو دعائي كاملا صلاة وسلاما عليك. الوقت دياله كله هذاك الورد اللي كان عنده غيجعله كله في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اش قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الأخير؟ قال له إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى الهم ويغفر لك الذنب. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام صريح أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي مغفرة للذنوب وهي تفريج للكروب وتنفيس للهموم بسبب الصلاة على الحبيب الشفيع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. كلما ذكرك يا ربنا الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون والرضا عن آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار. وبعد، فما أكثر البركات والنفحات والخيرات والتوفيق والتنوير الذي يجلبه العبد لنفسه من كثرة صلاته على الحبيب الشفيع. وفي ذلك قصص للمصلين على النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من قصص السلف الماضين والعلماء الربانيين والعباد النساك الواقفين بباب الله عز وجل أهل الإخلاص والعبادة والقرب إلى الله، كم لهم من القصص في أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فرجت عنهم كروبا ودفعت عنهم هموما وجلبت لهم أرزاقا وجلبت لهم طمأنينة في النفوس وحياة سليمة بسبب الصلاة على الحبيب الشفيع. والبخيل من ذكر عنده النبي فلم يصلي عليه، فقد ثبت في كتب الحديث من طرق مختلفة عند البيهقي وغيره البخيل، يقول عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فلم يصلي علي سماه النبي بخيلا. هل نرضى لأنفسنا أن نبخل بالصلاة على الحبيب الشفيع فنكون في حزب البخلاء فننضم إلى طريقة البخلاء؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فسماه النبي بخيلا. وفي حديث آخر أيضا من طرق مختلفة بأسانيد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وقال يا محمد، قال يا محمد رجل لا يصلي عليك، رجل لا يصلي عليك. فدعا جبريل على من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد ضيع نفسه وركب طريق الخسران لأنه ترك الصلاة على النبي. قال جبريل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقال النبي آمين. هذا دعاء عظيم. من الذي يدعو؟ جبريل. الروح هو جبريل، تنزل الملائكة والروح، الروح هو جبريل وهو أمين الله على وحيه. فهذا دعاء يدعوه جبريل، والمؤمن هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جبريل يا محمد
راغمة، ما معنى راغمة؟ أنف امرئ، ما معنى راغمة أنف امرئ؟ أي التصق بالتراب. هذه الكلمة عند العرب تيقولوا على شي واحد خسر، خسر واحد الخسارة كبيرة، تيقولوا راغمة أنفه، خسر. راغمة أي خسر وتعس من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل يا محمد آمين فقال آمين. فإذا علينا أن نحافظ على الصلاة على حبيبنا الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصرف عنا البلاء والوباء، واجعلنا عبادا لك خالصين مخلصين خاضعين متقين لك، وارزقنا المحبة التي تصلح القلوب، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.